بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن السبلين اوف هورس. السبلين اوف هورس زي ما احنا شايفين كده شكله بيبقى كوما شيب، كوما ان شيب، له بيز الجزء العريض ده بسموه البيز، وده الابيكس. له اتنين بوردر، له اتنين بوردر وله اتنين سيرفس. السيرفس اللي باين قدامنا ده الفيسرال سيرفس، والسيرفس اللي ورا ده البرايتال سيرفس. البرايتال سيرفس هنلاقي فيه بصمه الضلوع عليه اللي هي بسميها الكوستال امبريشن، ده بسميها الكوستال امبريشن، ده على البرايتال سيرفس. امال الفيسرال سيرفس؟ الفيسرال سيرفس في مكان في الجروف لونجيتودينال جروف موجود في الفيسرال سيرفس، ده بنسميه الهايلس، بنسميه الهايلس. قسمنا الفيسرال سيرفس لمنطقتين، منطقه ضيقه ومنطقه واسعه. المنطقه الضيقه دي بسميها ايه؟ النارو ستومك، نارو ستومك ريجون، كارد ستومك ريجون، و وايد انتستينال ريجون. يبقى ده بنسميها نارو جاستريك ريجون ووايد انتستينال ريجون. اللي عمل لي ده من منطقه الهايلس. الهايلس قلنا اللي هو عباره عن الجوتيدنال جروب موجود في الفيسرال سيرفيس، بيمشي فيه السبلينيك بلاد فيزلز والنيرف والنيرف بلكسس، ده بنسميها الايه؟ بنسميها الهايلس. يبقى انا عندي لازم نعرف اللي ده البيز، ده الابيكس، ده الفيسرال سيرفيس عليه الهايلس. المنطقه الضيقه اللي قدام ديك بسميها الجاستريك ريجون، واللي ورا الواضحه ديك بسميها انتستينال ريجون، ده البارايتال سيرفيس. كل اللي عليه تعرف اللي كان هنا في بصمات الضلوع موجوده عندي على الايه؟ على البارايتال سيرفيس. ده باختصار او كلام بتاع الاسبلين. الليجامنت اللي موجوده في الاسبلين هنشرحها في عيانات تانيه.